السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الجزء الرابع من هذه السلسلة المباركة، سلسلة التعرف على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال أسئلة وأجوبة. فلنبدأ على بركة الله. كنا قد توقفنا عند السؤال 41: ماذا نستفيد من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى الحبشة؟ مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فسماح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة، هذا يدل على أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود. والهجرة على نوعين: تكون واجبة إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ولا يمكنه إقامة واجبات دينه، أي إذا وجد المرء في بلد لا يستطيع أن يؤدي عباداته بشكل ظاهر ولا يمكن أن يقوم بواجباته، فهنا واجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد. يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعد شديد يدل على وجوب الهجرة. وقد تكون مستحبة، وهو من يقدر عليها لكنه متمكن من إظهار دينه. السؤال 42: ما سبب عودة المهاجرين من الحبشة؟ قال ابن القيم: فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان، رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، أي أنه انتشر خبر بأن قريش أسلمت، فعاد المسلمون من الحبشة إلى مكة، لكنهم وجدوا هذا الخبر كان خبرا زائفا، وهناك من عاد إلى الحبشة، وهناك من دخل إلى قريش فأودي أذى شديدا. السؤال 43: ماذا حدث لما رأوا أن الخبر كذب وأن العذاب أشد من قبل؟ هنا أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة مرة ثانية. السؤال 44: كم عدد أهل الهجرة الثانية؟ قال ابن القيم: فهاجر من الرجال 83 رجلا، ومن النساء 18، وقيل 19 امرأة. وهذا يوضح أن عدد أهل الهجرة الثانية كان أكثر من أهل الهجرة الأولى. سؤال 45: ماذا فعلت قريش لكي تعيد المهاجرين؟ قامت بإرسال بعثة، أو بعثت بوفد للنجاشي الذي هو ملك الحبشة، لكي يردهم ويسلمهم. السؤال 46: ممن كان يتكون هذا الوفد، أي الوفد الذي أرسلته قريش إلى ملك الحبشة؟ هذا الوفد يتكون من عمرو بن العاص قبل إسلامه بطبيعة الحال، وعبد الله بن أبي أمية. السؤال 47: ماذا فعل قبل الدخول على النجاشي؟ قام بتقديم الهدايا لأعيان رجال النجاشي، لأعيان يعني لكبار قومه، سياسة ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبته الملك برد المهاجرين، أي ببساطة لكي يفوزوا بأصوات المقربين من هذا الملك لكي يؤثروا في قراره. السؤال 48: ماذا قال وفد قريش للنجاشي؟
قال أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك، أي أولئك المقربين من الملك الذين حصلوا على الهدايا، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. إذن هذه الهدايا كان لها أثر على المقربين من الملك، لكن خاب ظنهم والملك اتخذ قرارا مخالفا. السؤال 49: ماذا فعل النجاشي عندما سمع ذلك؟ أرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا وقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ السؤال 50 والأخير: من الذي تكلم نيابة عن المسلمين وماذا قال للنجاشي؟ هو جعفر بن أبي طالب، وقد قال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفاه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة. وأوضح للنجاشي حقيقة هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وموقف قومهم منه. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الرابع من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.